برج الجوزاء قلت عنه بكتاب انه سنه المهارات الذهنيه والتنفيذيه. بينفذ الجوزاء امور كثير مهمه. شو يعني؟ الجوزاء عنده سنه بيبرع فيها بعمل بيقوم فيه. اوكي. اختراع، عمل، مركز، تغيير بيبدي بحياته، قرار كبير بياخده وما كان منتظره، بيزوره كوكب جوبيتر الحظ ب 25 ايار، بضله سنه. في مشاريع لعنده الجوزاء بهالوقت بترجع لنفسه الثقة، هالمشاريع مفاجآت، مبادرات على أثر هالمفاجآت، مسؤوليات جديدة، بتواصل مع جهات بعيدة. طبعاً أنا عم باخذ كم كلمة منه. لإيقاع السنة كتير بلاقي انطباعه، بيرتاح، بيطلع شوي 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 شوي، بيشوف حاله إنه هو عم بيلاقي اللي بده إياه. كل ما يتراجع المزاج بيصير شي معه بيرجع بقويه، بيكون كتير منيح. دخول جوبيتر بيغير له حياته، بقى بتكون حياته كتير مهمة. في عنده تغييرات بشهر ماي وشهر كانون الأول. عم نحكي مهنياً. مهنياً ماي وكانون الأول بتولى مسؤولية إدارية، يعين في منصب أو مركز، أو بيسافر للعمل خارج البلاد، أو بيتواصل مع الخارج بصورة دقيقة ومفيدة. مصير العاطفي. عاطفي. للجوزاء بدك العاطفي. طبعاً. بالربيع والصيف كثير مهم، بيتغير او شو مصيرهم، بيتقرر بالربيع وبالصيف. في رومانسيه بهالوقت بفصل الصيف، موعد مع الحب الكبير، في جديد بينسي الماضي ومفاعيله، بيفتح قدامه صفحه جديده. خريف مسرح لقرار او ارتباط او زواج او استقرار، صداقات جديده بتولد عبر احتفالات ومناسبات. صحياً لازم يضاعف حذره بأول الأشهر. أول أشهر يعني جانيوري فبراير. أول السنة صحته أفضل من السنة الماضية، بس بده ينتبه، يمكن يلاقي الشفاء إذا كان عم بيعاني من مرض صار له وقت طويل، رح يلاقي الشفاء بهالسنة. ممكن يعمل عملية جراحية طارئة، بده ينتبه للقلب، للإمعاء، وللأمراض الجلدية بالإجمال.